من قناة الشروق نحييكم ونقدم عرض المساء الإخباري نستهله بأبرز العناوين. حمدوك يتمسك بالسلام الشامل كطريق نحو الديمقراطية والاستقرار والتنمية في السودان. الحزب الشيوعي السوداني يعلن دعمه للحكومة ويرفض التطبيع مع إسرائيل. وقيادات سياسية تدعو لمؤتمر دستوري ومعالجة أزمة الثقة بين مكونات الحكومة. مرحبا بكم في تفاصيل الأخبار. أكد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أن السلام الشامل وطي صفحة الحرب في السودان تمثل الضمان للانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية والاستقرار والتنمية. وفي خطاب له بمناسبة مرور عام على توليه منصب قيادته الحالية، قال حمدوك: طريق السلام يعد الطريق الوحيد لغد أفضل. وأشار إلى أن عثرات الانتقال التي أعقبت الثورات في السودان كانت نتيجة عدم التوصل لسلام دائم ومستدام يضع حدا لجذور الصراع المسلح في السودان. لن يستقيم مسار الانتقال ولن تتحقق أهدافه دون الوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم في السودان. لقد شرفنا على الانتهاء من التوصل لاتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية، وهو ما نعتبره المرحلة الأولى من عملية السلام، والتي ستتلوها مرحلة ثانية لبدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. وبالرغم من أن هذا الطريق يبدو طويلا وصعبا ومرهقا، إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه من أجل غد أفضل. إن أي ثمن ندفعه أو وقت نستغرقه من أجل إنجاز واجبات السلام هو أقل كلفة وبما لا يقاس من عواقب عدم تحقيقه. لا يمكننا تحقيق أي تنمية متوازنة أو ديمقراطية مستدامة في السودان من دون تحقيق السلام العادل والشامل. ويجب أن نتذكر إن أحد أكبر عثرات الانتقال في ثورتي أكتوبر وأبريل، والتي ساهمت في عدم إكمال مهامهما، كانت عدم التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في السودان خلال الفترة الانتقالية. يجب أن نتعلم من دروس الماضي. الوصول إلى السلام هو ركيزتنا لتحقيق مهام الثورة. وفي المجال الاقتصادي، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن حكومته عمدت إلى معالجة الأزمة الاقتصادية في السودان من خلال برنامج إصلاحي لإزالة التشوهات التي ورثتها حكومة الثورة، وأكد استمرار الدعم المباشر للأسر لتخفيف الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وصفه بالمؤلم ولكنه ضروري. هذه الإصلاحات تهدف لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني الذي سمح بنمو المضاربات الطفيلية في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، وبالتالي زيادة عبء المعيشة. هذه الإصلاحات مؤلمة وشاقة ولكنها ضرورية على المدى الطويل. وللتخفيف من آثارها فقد شرعنا في تنفيذ البرامج الاجتماعي لدعم الأسر، لتقديم الدعم المالي المباشر للأسر الأكثر فقرا بغرض تخفيف آثار هذه الإصلاحات الاقتصادية عليهم. وهذا البرنامج يهدف أيضا لدعم الإنتاج عبر تقديم الدعم المباشر للفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الأرياف والمدن. وكشف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن سعي حكومته لاستعادة الشركات التابعة للأمن والقوات المسلحة من أجل تحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام. هناك أيضا قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد وتشوش عليها كثير من المعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى وجود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام، وهي قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري. هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة، وقد بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين كل هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. وحول علاقات السودان الخارجية، قال رئيس الوزراء إنه عمل منذ توليه مهام منصبي على إزالة عزل السودان عن الأسرة الدولية. وأشار في هذا الاتجاه إلى عدة إنجازات في هذا المجال، آخرها مؤتمر أصدقاء السودان الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، والذي أكد عودة السودان إلى المجتمع الدولي. في سياق مهم آخر،
فقد عملت منذ اليوم الأول لتسلمي هذه المسؤولية لاستعادة موقع السودان في الأسرة الدولية والتي أفسدها الطيش الأيديولوجي للنظام البائد، فخاض ببلادنا في وحل دعم الإرهاب والتورط في إثارة القلاقل في الإقليم والعالم، وهو ما أدى إلى فرض عزلة دولية وعقوبات متعددة على السودان أضرت باقتصادنا وبسمعة بلدنا وشعبنا. وقد خاطبنا في بداية الفترة الانتقالية الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انقطاع طويل لقيادة الدولة السودانية عن حضور مثل هذه المحافل، وجاء مؤتمر شركاء السودان والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومؤتمرات أصدقاء السودان وآخرها الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض كعلامة فارغة للانفتاح الذي تحقق للسودان. أكد عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف أن الحزب لا يدعو لإسقاط الحكومة. جاء ذلك في تصريح صحفي لصديق يوسف اليوم ردا على بيان كاذب نشر باسم سكرتارية اللجنة المركزية للحزب يدعي أن الحزب يطالب بإسقاط الحكومة الحالية. وأضاف صديق أن موقف الحزب واضح، لا يدعو لإسقاط الحكومة كما جاء في البيان المزعوم، بل يعمل على أن تنجز أو أن تنجز الحكومة مهام الثورة وفق برامج قوى الحرية والتغيير. قال عضو سكرتاري اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن الحزب يطالب بإلغاء تعديلات الميزانية الأخيرة ويرفض قمع الحراك الجماهيري بالقوة المفرطة ومع حق التعبير الديمقراطي والسلمي. وحول التطبيع مع إسرائيل قال عضو سكرتاريا اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: نحن مع حق الشعب الفلسطيني وضد التطبيع مع إسرائيل. دعا المشاركون في ندوة مستقبل السودان وتحديات الفترة الانتقالية جميع القوى السياسية لعقد مؤتمر قومي دستوري جامع. جاء ذلك في منبر سونا اليوم بالتعاون مع صحيفة السودان الدولية، حيث خلصت الندوة إلى أن السودان يمر بمنعطف سياسي وتاريخي خطير، والحل يكمن في تداعي جميع القوى السياسية لعقد مؤتمر قومي دستوري سيعمل على توحيد الجميع ويعيد الثقة بينهم. ونادت الندوة للاتفاق على الحد الأدنى لمشروع وطني، كما اتفق الجميع على أن يواجه رئيس الوزراء الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك مسؤولياته الوطنية والسياسية حتى نتجاوز الفترة الانتقالية بالكفاءة المطلوبة. ودعا المشاركون في الندوة إلى تجاوز عدم الثقة بين مكونات حكومة الفترة الانتقالية. قالت لجنة الفيضانات بوزارة الرياح السودانية أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت هطول أمطار غزيرة فوق 50 ملم في حوض نهر عطبرة عند الحدود وداخل السودان لكل من النيل الأزرق ونهري الدندر والرهد. وحذرت لجنة الفيضانات من حدوث فيضانات خاطفة وسيول في عدد من الأودية. وقالت اللجنة في بيانها اليومي إن متوسط الأمطار في على حوض النيل الأزرق في الأيام الثلاثة الماضية سيؤدي لارتفاع في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد الأحد، ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب. وفي ولاية نهر النيل حذرت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ جميع المواطنين على ضفاف نهري النيل ونهر عطبرة من ارتفاع متوقع في مناسيب النيل ونهر عطبرة. يأتي ذلك في الوقت الذي فقدت فيه العديد من الأسر المأوى بسبب مياه الفيضان التي غمرت عدد من القرى المتاخمة لنهر النيل في محليتي بربر وأبو حمد، وغمرت مياه الفيضان مساحات واسعة من البساتين خاصة في مناطق الباجير وجزيرة سبنس وجندسي بمحلية أبو حمد. وطالبت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية نهر النيل الغرفة طالبت جميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات. ختاما لهذا العرض نعود ونذكر بأبرز العناوين. حمدوك يتمسك بالسلام الشامل كطريق نحو الديمقراطية والاستقرار والتنمية في السودان. الحزب الشيوعي السوداني يعلن دعمه للحكومة يرفض التطبيع مع إسرائيل.
قيادات سياسية تدعو لمؤتمر دستوري ومعالجة أزمة الثقة بين مكونات الحكومة. شكرا لمتابعتكم أعزائنا المشاهدين، انتهى هذا العرض الموجز للأخبار من قناة الشروق. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.